السلام عليكم ثالث، كيف حالكم اليوم؟ مس اليوم وصلنا بالوحدة السابعة، بدنا بهاي الوحدة نتعرف على الحيوانات. بدنا بإيش نتعرف على هاي الوحدة؟ على الحيوانات. تابعوا معي يا ثالث، طلعوا مس. ما خصائص مجموعات الحيوانات المختلفة؟ كيف تصنف الحيوانات؟ كيف تتكاثر الحيوانات؟ هاي الأسئلة كلها رح نجاوب عليها بعد دراستنا لوحدة الحيوانات. تابعوا معي يا ثالث، الدرس الأول عندي بعنوان تصنيف الحيوانات. أول إشي بدنا نعرفه، ليش صنفنا الحيوانات؟ وشو يعني إنه إحنا نصنف الحيوانات؟ تابعوا معي. مين عمره فيكم راح حديقة حيوانات؟ طبعا أغلبنا زار حديقة الحيوانات. طبعا حديقة الحيوانات بتكون فيها حيوانات مختلفة، بس ما عمركم لاحظتوا إنهم مثلا حاطين عصفور مع أسد، ولا عمركم لاحظتم إنهم حاطين سمكة مع أسد، أو إنه مثلا حطوا أفعى مع قطة. بصنف الحيوانات، إيش يعني صنف الحيوانات؟ تقسيم الحيوانات لمجموعات. تقسيم الحيوانات لإيش؟ لمجموعات تبعاً لخصائصها. تبعاً لإيش؟ لخصائصها. مثال: العصفور بتطير، السمكة بتعيش بالمي، القطة بتتكاثر كيف؟ بالولادة، الجمل بتكاثر بالولادة، لكن العصفور بتكاثر بالبيض. طيب أنا عشان أسهل دراسة الحيوانات صنفتها لمجموعات. لإيش صنفتها؟ لمجموعات، إنه كل حيوانات، كل نوع من الحيوانات تبع لخصائصها حطيتها أنا المجموعة، وبناء عليه طلع عندي بالأخير خمس مجموعات. شو طلع عندي يا ثالث؟ خمس مجموعات. تابعوا معي على الصورة. مثلا في عندي ضفدع، بتلاحظوا انه وين عايش؟ على اليابسة. في عندي سمكات، وين عايشين؟ بالمية. في عندي عصفور مهدي على الشجرة. في عندي طاووس. في عندي كلب. طيب هاي الحيوانات كلها، شو كل حيوان لأي مجموعة بتبع؟ شو المجموعة اللي تابع لها هاي الحيوانات؟ هذا الاشي اللي بدنا نعرفه في هذا الدرس. أول نقطة، أنا يا ثالث بصنف الحيوانات لمجموعات عشان أسهل دراستها، عشان أعرف مين اللي بتكاثر عندي بالولادة، مين اللي بتكاثر عندي بالبيض، شو اللي بغطي جسمها. هاي كلها أنا صنفت الحيوانات عشان تسهل علي دراستها. مثلا صعب إنك تحط عصفور مثلا وقطة بنفس المجموعة، لأنهم طبعا في بناتهم الاثنين اختلاف. فبهذا الدرس بدنا نركز على تصنيف الحيوانات. تابعوا معي. الصفة: حيوانات تتكاثر بالولادة. القطة قلنا نعرف انه القطة تتكاثر بالولادة، واسم مجموعتها ثدييات. شو اسم مجموعتها؟ ثدييات. إذا الحيوانات التي تتكاثر بالولادة تصنف بمجموعة الثدييات. الحيوانات التي تتكاثر في الولادة يا ثالث بصنفها بمجموعة الثدييات. حيوانات يغطي جسمها الريش: طاووس، عصفور. شو بغطي جسمهم؟ الريش. لأي مجموعة بصنفهم؟ طبعا للطيور. لأي مجموعة بصنفهم؟ طبعا للطيور. حيوانات تزحف على بطنها، حيوانات تزحف على بطنها بصنفها لأي مجموعة؟ للزواحف. مثل إيش؟ مثل الأفعى. الأفعى كيف تزحف على بطنها؟ طبعا ما بتطير، تزحف على بطنها، وبصنفها للزواحف. حيوانات تعيش بالماء مثل الأسماك، وبنتها لمجموعة الأسماك. حيوانات تقضي حياتها بين اليابسة والماء: ضفدع، ومثال عليها البرمائيات. إذا العلماء يا ثالث قسموا لي وصنفوا لي الحيوانات لخمس أصناف: ثدييات، طيور، زواحف، أسماك، برمائيات. ثدييات:
طيور، زواحف، أسماك، برمائيات. ثدييات تتكاثر بالولادة مثل القطة. طيور مثل الطاووس وبغطي جسمها الريش. زواحف اللي بتزحف عندي على بطنها مثل الأفعى. وحيوانات بتعيش بالماء مثل الأسماك وصنفناها للأسماك. وحيوانات بين اليابس والماء اسمها برمائيات، ومثال عليها الضفدع، مثال عليها الضفدع. تابعوا معي يا ثالث. تصنف الحيوانات في مجموعات ليسهل دراستها. أنا ليش بصنف الحيوانات في مجموعات؟ لعشان أسهل دراستها. إذا أصنف الحيوانات في مجموعات لتسهيل دراستها. أصنف الحيوانات في مجموعات لتسهيل إيش يا ثالث؟ لتسهيل دراستها. من مجموعات الحيوانات الثدييات، الثدييات وتتكاثر بالولادة. الطيور ويغطي جسمها الريش. الزواحف وتزحف على بطنها. الأسماك وتعيش في الماء. والبرمائيات بين اليابسة والماء. إذا مجموعات التصنيف: ثدييات، طيور، زواحف، أسماك، برمائيات. مجموعات التصنيف: ثدييات، طيور، زواحف، أسماك، برمائيات. هذه يا ثالث حفظ. نسخ مرتين على الدفتر. سؤال: اكتب اسم المجموعة التي ينتمي إليها كل حيوان. هذا كمان واجب حل على الكتاب. الجمل طبعا ثدييات، ليش؟ لأنه بتكاثر بالولادة. الدجاج طيور، ليش يا ثالث؟ لأنه بغطي جسمها الريش. سمك القرش طبعا أسماك. الضفدع برمائيات. الدب ثدييات، ليش؟ لأنه بتكاثر بالولادة. الصقر طيور، ليش؟ لأنه بغطي جسمه الريش، بغطي جسمه الريش. إذن مجموعات التصنيف: ثدييات، طيور، زواحف، أسماك، برمائيات. مطلوب منا يا ثالث حفظ ونسخ على الدفتر مرتين، وحل على الكتاب، حل على الكتاب. تابعوا معي. أتأمل صور الأشعة لمجموعة الحيوانات. في بنات وبهاي صفة مشتركة. تابعوا معي: سمكة، جمل، أفعى، هيكل عظمي، هدهد أو ببغاء. هذول كلهم يا مس إيش بيشتركوا؟ إنهم لهم هيكل عظمي. شو إلهم؟ هيكل عظمي. إلهم هيكل عظمي وعمود فقري. إيش إلهم؟ هيكل عظمي. كلهم يا ثالث إلهم هيكل عظمي وعمود فقري. وبهيك يا مس بنكون خلصنا أول درس، هو درس تصنيف الحيوانات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.